بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح أتكلم معكم عن قصة واحد من الملحدين أسلم بسبب آية، وهو أحد كبار الملحدين في ألمانيا. قرر دراسة القرآن الكريم ليستخرج الأخطاء العلمية منه ويهاجم المسلمين بها، بيحاول ردهم عن دينهم. ولكن شاء الله أن يرى هذا الملحد رؤيا أنه يقرق، وفي اللحظة التي يشرف فيها على الاختناق يقول يا الله. فاستيقظ خائفا من الرؤيا وهو يقول كيف يمكن أن أعترف بوجود الله وأنا ملحد. ولكنه شاء الله أن يفتح هذا الملحد القرآن، وشاء الله أيضا أن يقع بصره على آية يقول فيها تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، سورة الإسراء آية 67. فقال والله إن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن بشر، بل هو كلام رب البشر. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام، والله أعلم.